خرجت شوية بس واخا هادي نو ديري شوي. السلام عليكم بعدا هادي نو ديري شوي جارح. هل سؤالي موجه للجميع ينش بصفة شخصية عذرا نش، هل الساكنة المحلية غاس اليد دير بلع من البعد نيغ السلطة المحلية واحد، هل السوق غاس وين في المشكل الساكنة المحلية نيغ السوق المشكل للجماعة حتى نشين غنغيج الجانب ديال المنطقة هي زيت نغضر. أولا غادي يسامح مع الإخوة زيد البارد مثلا غادي يسال الموظفة تابح مثلا الصالير نص من 1000 درهم بدون برا الرسوم برا الحارس البوابة برا كذا، مثلا شي نغانغ مقدار 50% يطرح نغا الباردة واحد. معظم الأشخاص يقاريك نش هذا هوي غادي هوي أحد خدسغ السيها حد قدر الغارة دينو تبزغ نغان زين ماضوع قالوا ما يميدان الجواني تد ما يميغ ما يجال استفادة غاستفد السكينة مثلا الباريد ميزي غيستهم خلاص بول ما داخل يعني أجل كمل واجل ثانيا بالنسبة للسوق معظم الجالية تسد هذا يسمح بعض الأشخاص غاتبون معرة أطار رينك أوتوموبيل راح غامر جان غات السوق راح غاتين هذه صغى بنادم تعاون امو، ولكن على الاقل باش تساهمد كيج الجانب واستشات 8 يوماش تسخاز اصدق ولو غايج نحاج طم مزيان اما السوق صغا كيلو نحاج مثلا نزير حاج اما السوق ساهم ساهم هذه نتاع شلي اقتصاد المنطقه، ولكن باش انيني انا ركوا في غادي السلطه المحليه نغدي الجماعه لا قرا نمشي نتحمل الجانب ضرب قران دي لإسقاط المنطقة اتصل المشاريع ما مشي السنسي عبد الصمد غانغ المشاكل يسير 25 جمعية سمحي يسير 25 جمعية هذا بعض الجمعيات وهي خدمة وغاس نقول الإمكانية وعاود نشي مزين جداني تتسل جالية صراحة توقف معظم المساعدة هي تتدفن داني تتير تكنتي تزيد الجالية الجالية في آخر حاجة حسني ويان يعني نشين بصفة شخصية مش كنائب رئيس جمعية الفجر غنغذى عدة مشاريع غنغذى بولانسيانة هنا تير غنغ تغيض النض فايد النض تغنتك حملات قفيلة طبية تغنتك حملات الختان تغنتك رش المبيدات ذي ذقينة ذي اتصل مثلا قص الأشجار ذي المنطقة ذي السونتر الجماعة يعني الجالية دعمنا ولكن زي كورونا ثار الدورو ننحصر تجيج غادي بولانسي أنا مثلا ماشي سنسي عبد الصمد ثاحن جهني صفا سامن خارج معي من فجر سامس 500 درهم درون بيرونس هذو شي فوا لا يا شي فوا لا سامحي بالنسبة يعني ذي المسألة يا مويناث ذي ليسان ذي مازو 600 درهم لا 500 درهم واخا نمشي ناي 600 درهم ما عليش ماشي مشكل غير باش الوضوح وصل بالنسبه للمساله هي غنغ المشكل اللي تسير لي زومبيلونس غنغ المشكل وغنغبو الدعم نهار هي مهروشي قاريك نشوى غارمين زي غير راح غير وجده يخصص بعض دي مازوت بعض وينات دي بشي فوا تخدس شي فوا اهدي وعذر ماشي تبان يد الجمعيه الفجر تبدل الانشطه مين زين الدعم اذا يدي تبان ولا ما يزدز غير كنت الدعم الدعم تزد من طرف الجاليه وغاس بول ما داخل النغني نهار يا مهروش باش تكسير مثلا الجماعات تشاش النسبه من ومي الانشطه النغني زي غسوي هاد المرافق النغني واش بول الامكانيات زي غسوي هاد تصل المشاريع ذني تاتي لذلك الامل النغ الوحيد نختصر ذي الجالية ما مشي الناس نور الدين مرا الجالية تحت خسد تعرف قبيك أتي تتعرف ما بقينا مثلا أتحغى البونوك السنين شين خسان حتاج هذا نخاز من مجل الفرع ذي بني سيدة الأموال نغط تحت بني سيدة ونيت غي سكن عاود شي فاميليا الناس السنين يروح خدص زي البارد بني سيدة وتح شي أموني غام باش هذي باش هذي حارك المنطقة مركا نسيغي مو وانت ما تقادرش باش تستعمل الاوراق غاسني الجنب بعدا غا الجاليه كفوس هني المطالب المنطقه هي وتحقيق بدون نشي مرين كاد ما ريدنا وزما تنحقق ولكن الجاليه مرا روح ضغط نخص السفاره ما جاتني انا هاني مصطفى الهضره يقرا 600 نخص انت نخصي زوين
فوالا زي البارد نبني سيدي تنخصي فارات الوكالات البنكيه مراك فرضنا الراي نسن يعني هذه يريده مين خصنا هذه يريده هذه خبيتميه ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع وحظ الجميع حظ ان شاء الله نتمنى نسجل الحظ اصبح اني الجمعيه دي ماريف ونشينا كنغنمون نبدا نمون ونشي نتمنى المصلحه المنطقيه تقعد واخا بنادم يعني ذين بعض الاختلافات ديال الاراء ولكن المصلحه تقبيت جدا مزوان وسامح حتى السلام عليكم نيغاش فاروق ناني تحضر دير وقفه للبارد لا واحد اخشى الوقفه ثانكار وقفه نغني حضر ان شاء الله ميزي يعني واز ما تقيم الوقفه ذا نكارت شكون ميزي واحد لا زريخت ذي الموقع دي ماريف زريخت تقييم مار الوقفة الاحتجاجية يعني اشيني صراحة هزيل جدا مقارنة كاكل جماعة الساكنة اذا يزدغن مثلا تعرف شخص نهار ونيك غاسيور ذيك هنا ايوا قاين دين ايوا قاين ما غاش كوا تجيبو السيا واه يخسر الشغل تخداس خدك اسم الشي المارا معنيه واه اش غير النغمار مريكا قاذينين قاذينين مو غاتقيم في قبيتش هذا يسمح بك شكرا اخويا فاروق بارك الله فيك غاسل الرد كان شيني خ البريد البريد خديته والدخس تحت البريد وي مخسد وي سي مسوي اللي تخلص على جملي وهي التوشا البريد المغرب قامت مؤسسه نابح 100 مليون دار خصها 20 مليون دار نتاس تقلبينو سي عام غعام سمونا الخسائر الناس لكن اربح الناس انت اللي خصك تيري غاسيري اديك لا رايج نبينو تيري كريديتور يعني تاخذي ورفه امر بانكو الى لازم دابا هذا غادي يستخسر يجي العدد تقيم خمس سنين تخص عليه ولكن تو 800 ميس نغري يزيد تكون براها خصك زعما ايش تفك انت ديك لارا لي شارج ودوا خصها والو شونش غادي يلعب على الفور ايج نفر ايج نفر عاب حقدي 100 مليون ايج نفر خصها ايش عيش بس بلا دون انا كي صغير حسب تصدر الحين خاص قاع قضيه الحين تاخذ 10 جمع قزيري غا 25 تصدر 25 خلاص مكتمل باش تبلع البلع انت خشن حاجه النور ايش نخوش كانت تعاونيه الفجر وكيف حتى ميزي غاتك المازوت يمهرش اي لون بيلون سوا ما يموت تقدر خيرتك الجمعيه تبني سيدي الخو انت وهمو الخايت اذا كي ستمو انت وش انت غاس 8 غاس 7 8 سيدي اش تكش 500 درهم ني غير درهم وهرش ني غاتا حتى سامحي كل شيء داني تاتيا الحمد لله عادي جا الخير بون قطع بورخيا معظم سامحي معظم يعني الرحلات ميم لي زون بيلون سي وين تنتيد الجاليه الساكنه المحليه شنوان صغي والو ويكين الجاليه اللي دايرين جروبا وين فولونتي انا في سبيل الله الله يخلف عليهم وين تنتيد في سبيل الله وغادي نقول مقابل اما شنو السي عمر زعطاني ويديشت اما شنو السي حاج حسن الدوحي السي عبد القادر الدوحي بعد 10 العائله مش نسم قام يحوليش نقات بقدر عايش تنغني اذا عاود بولانسيا انا نغني ذي باك لا غنغني كتازي ستان بولانسيا والمشكل السيوله الحمد لله يعني يوذان يوذان ساكن المحليه غدار نخبان شر الشخص لين بعض الاشخاص يقرا يحس بخافي قدام ابي يا اخي على حسابي وميم الجاليه طاس مساكين يساهمن يقرا اهدو تضعثوني روح كسيت كتازت وهرت يعني الجمعيات ذي نتصل الجمعيات قيت الدورة ويساهم من يعني المدعم الأساسي للجمعية نشي نهارا غانغبوش المداخيل من غير الجالية صحاب أوروبا مساكين يزير نتجا ثقبيتا معليك واتجي صحاب أوروبا إلا كان الشذا يجمو النغري بصراحة أثنين واتجيبو الجالية السيدالية واه جميع الجالية يعني الجماعة المجاورة يعني ساهم من داني تاست مليا تيم قرانين دي بني سيدالجو نمشي ندي كورونا يا ودي نزيد غنغدا الملايين 8 وبرا كورونا هذه تسمى واني كورونا نمشي نتصور يعني اللحمه غنغدا تتعدى ان شاء الله تستمر بمجر غاوين هي كنت الجمعيات يجن الدعم يجن مشروع ناجح للمنطقه للساكنه المحليه من بين بريدن من بين ذلك المساجد خذرين ادويه للمرضى يعني الحمد لله نتفتخر زي الجاليه نغ ونتمنى سيد رب العالمين هذا يسنيك البركه هذا يسن هذه العائله انت سمد السياق السي فاروق انا الغياب التام من الاطر تنجب بني سيدان قاين دي المغرب اسم النخبه واش تيش 50 درهم منين خيرات اما الجاليه تغني خط ربما قبل التساد مين يمنع الكوار فون بنادم الجسم النغمي ذي منعل العمود الفقري شي المرا يروح العمود الفقري تروح للجاليه مشكورين سيدي حضر بين الاطار وكنسن
ديتني حبار بالموت نسنديس ميز العابي الدواري نزن نشين وغا نغتير بول وجود نشين جالية وتسجل الغياب الأطور قاين دي التعليم قاين دي الصحة واش دي تك وراد جام أكيك دي بارتاجاش أن حاج دي جنوختو غنخس أن الجمعية الأطور يتخرجوا دي بني سيدة إيج العداد باش نجيج الجمعية نخير ريجي بني سيدان روطاني غجبل إيج العداد القضاء غادي يجعد قاش كني بني سيدان ما يزدون دي تكتبويلات غاهم الأطور غاهم الأطباء غاهم الفقهاء غاهم تين إيج الملاحظة واقيم غدي القهوة اللي جعدة إن زق السي عبد الله غيتو غيتبقى الإمام الخطيب دوك الزغنغال أقا يواقا يهرش أقا هاد ياسي الجن غليتي الناس ولني تغياس القانا السقلي الناس يجم واعز انت الناس سقا قادر راح نسقلي هاد السقلي النغليت انا غنغيا بنينا غاسنا الساهمن هاد ساهمن غاسلين خيرات ماشي قاقي كيو ايش نتاق مثقف يتسمى يبحث يتاقي يتباع ديال اليوتيوب يتكدير نتمنى غنغدع قبل القن شويه هذا بس من شوية تخبيت قد شاسن وبصحتهم نتمنى الأجيال الأحفاد السيغين ذي المسار ونيتتين أقولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم الله يجزاك وغان غشان لقاء نغني سنور الدنيا مام لقاء الجالية إن شاء الله نسمع شوية أذيرين قدوان الإخوان نغنيت قبري عشرة نغواني عشرة حتى ما نستعدوا عشرة معليش إن اليوم المهاجر دي العمالة ما مش داو مني أخسر كذا أنا حق الجمعية شنا مواطن عادي غادي يحضر مواطن عادي ما رواي 11 يجزي الجالية لأن الجالية قوة ضاغطة معنى قوة ضاغطة غاس أورنس مسموع شقا غاريد ساهم غدسيها ولكن خاخمي التبقر غا أرض الواقع واتفق ماني غاي أيتبل ورمريني غاي غاي تحقق مرين وني ويسي ونزي الجالية نهار 8 نهار 10 ل 8 الخزاش نجي الساعة بصبتني غنش نقدم المشاكل من بينهم مشاكل البارد المشاكل المستوصف المشاكل حتى الجاليه من خصنا نغني نشن حاجه الخوان غني نشار شي مالات غنلقى نحس بلدي نشن المشاكل يتعلق بالسكينه ربما تنسيو نهار ني غالعمل وجزاكم الله خير شي على الزغار التخريدي تاكد المغرب مره التقرير مشات بلا شتا مزيان تمشي داك النظر زعما نشوفو شي 69 هاجر يعني هذيك افتار اذا غادي الدخله وين غادي الدخله مرداني تاتير يمشي من اللي في عجبل وعاصم من 17 سبحان الله العظيم يحفروا ونتعور السلاح وتعور السلاح وتعور السلاح مين كاين اللي يدير هذو 50 سنه باش تيسالكم ما غادي يصير لهم اكثر هو السين هو زعما السين واجي هاي الجماعه الساعه 9 تغني غشتي أنا شين دي نهار المهاجرة الحاج حماد نيغ يشان لقاء في العمالة أتخذات دي المواطنين مرة ذي السكان جماعات ذي الإقليم الناظور واتفذل ذي جنزي بني سيد أنا السيوض إن شاء الله المشاكل دين بنادم غاسر وقت رجل أعزمي مدرج زيد قاش مرض حضام دي الاجتماع من غيك العاملة الجالية ودي الطعم السؤال سين شن مش روح دوا ثغان كوما سندايز يعني تهيئة المركز جيت سمح ندايز جيت قوزيين ولكن شن كمجتمع عام أنا إخسن أن تسلم ماني تجي الميزانية ميزانية ملغا الاتفاقية اللي تؤكي لك المقاومة وقد تضيع من الهضر الملح مادام يفقدي ثلاث شهور مادام سنعاد ما كذا
تزقر عكش هذه النقطه ديال النقطه تنقترح مالي لواحد 8 نيتو غادي يفغني التهيئه للمركز بنيتو غيخدم بلان دايس بلان دايس قاكين بورديو هني قنزرات وغنستبشر خير ومن بعد حسين ترسي خليني نحضر المهندس ايوا قال جواب قداني تاتي من الجراده الصغوي اي بد سبت لي بني سيده الواس غيون لوح الجراده هذا المجلس تو غيقال انا قد كمل الجراده غتعقل مع بني سيده الواس واتي حنشا غا الجراده الجراده ما سكنش المغني شنو بلعنا نغلب عليه دروكي غنسيه الميزانيه اللي كسيت غا الجراده تكمل واه ولكن على اساس هاد كمل ندير الجراده غا الجراده كمل ميم واحد دوير نغا بني سيده قارس مدامي واه لا وقت انت والو والجالية مران تكاسي يوم اليوم المهاجر واسمع لي 800 متر ما يميت نغاد جمع عندي العمالة ما خاص ندير لي ولكن كيفني أحسن الشيء نقوم واخا تحضر كجمعية ولا بد نفسك يوم أكبر مرحبا اه بعد 5 وي خصنا هذه حضايني نخدي دي جروب تقدر نخدم نمره وزنت 10 هذه 8 خاص نتقنت كل السنه العامل يتسنى تكدر الرؤساء المصالح مارا تسناتني الهموم السكينة قش منهم يدقين شتغو واحد طاقشة دفاخ غادي قوتو ولكن يتاويد النتيجة نسي اني غيسبوي شحار يا مارا حتى غدينا سينو دين ناش تمام العامل كي السيور مباشرة مارا عني ذاز درخو مجيج دينا الحاج حمد رخو على شيني التهيئة فسيني ما يجوني المدير القسم فسيني مشايد الجواب يكسيد كفوز الملف هذا شخا ترجن غامين صغينين العامل تولي باش المشكل السياح يقرص اقش واش نحسن قبل حي ما ديس هذه جو هذا المندوب الملك خصني خص هذه جو ماشي نوجه وجهات اللي يكونوا يتمنوا هنا السوق الاسبوعي السوق الاسبوعي 15 عدد واه 140 مليون ماني تجا لانه الشيء خصوان الجيجار مجلس الجماعه البريسي دار الجبل هو انت مالي هذيك الشغل نسي خصها غيخصها المواطن ما يجيش الناس ينور الدين البوطيف اعاده اعمار السوق الجماعه نزد نتتين نزد غا السي عمار الله يرحمه ذيني مليار و200 ولكن الله اعلم ذا الرقم وريتتي المهم بيسيك الله اعلم المهم شن جمعية النار وقت كنت متعرف وعورك جنحاش ادنى بسيط جنحاش باش الدورة تعزم وها الجمعية تواطئ انت سمعتي لي وقع جنحاش قلتي لي وقع انا شنو نخسبو البارح شنو غنخدمها مني هو الكل مادام واد غانغو سينشاني هنا قاين ضد دير مصلحة نساكين مادام واد سينشا كاين غوقان قاين ضد دير مصلحة شنو نقرا سنين جالية غا تونسي وتكتبو وين تمجلس قان الثقة ديال الجمعية ثم غاتسقسها مثابزو وعليكم السلام شو التهم غير هذه الجمعيه ولكن مادام واد غانغوسين شغال بارد قاين ضد المصلح عزيمي مول سيور هو حاجه للسوق تبقى بليسي ديال تو غير مهم المورد فوالا يجي حاجات مهمه و تو غمار في قطعه النهار يقيف يعني بليسي ديال يتم بلود يبقي من الصفه و تو غيزين و تو غيزين فوالا الله يخليك اول السوق السوق يموس و تجيو و خاص غيزن ولا غيبدل و ثانيا ابريل ما مشينا اخر خو عاد كيف السنه قال لي السي عبد العزيز اللي غزاو فيرو يعني ماش غتكل ماش غتعاون ما زدت غاتو بلي خصها تفوق الطوموبيله تفوق برا فوالا واللي غير ممكن قلت له حابو يفا ويجي انت قلت لهم قرات ما بلي سيدا ما بو يفا بو يفا يعذر يعني بلي زديها ياك ما غاسي ولا غاس 8 قال بلي سيدا غاس نكثر واه فهمي غلا قال يولي غاس الملايا غاس المشاريع في الدار البيضاء المسائل الى اخره ولكن بلي سيد وناس انا نشي بو يفا يعني غدا قبيت تم زيت ولكن خزا ماش ندمش وشي بلي سيد غاس التاريخ ضم قرار من قديم الزمان وتندمج وعما غادي يندمج بركي ما يمي كل شيء قال شاش عندي فيه اذا قديت طنجان ايش كاع الزمي مون رخوقش دي زي زي الجاليه علاش كذي مريت ممكن تقيد ممكن تقيد شان مجهود شغالي الغيره خماثينو يعني اختارينو خسروا الطماطم تقبيتش له غالي كيزن يعني الغيره تنقرات ما يمي شخميت تبقى غير كتحكي ما يمي تحكي بوركي يخسروا وجبويه ما غيقيموش عليها مشى لي خاص الزاز ملي غلا
مانيجر ماني نيشان بنك الشعبي لا واه يخصني حوز غير باش هادي زيد 8 اللي غادي 8 اللي غادي زيد 8 يلا اجي واش قدره مثلا ها قالوا حوز لا يقدر انت الداف هي واد لما جا بنكو يخصني حوز غير غير يخصني هو الخضره يخصني هو غير غير ميم لو غاتي ويش تجي الخلاص تاع واحد يا فكما المهم الشنوا غنغور غير المصلحه ثاني واه غير غير نحش ولا هاد غير وخايا المدنيه وها توارد ما مش شن اداره وغزت الجيخة وانا اني غانغ الحرائق ذي اخسة تلاغيد والسماني غانغ قعس ولا غيخ نيش يدغي جاوبه هذا والو غيش نحش وذي بجيش كاع الزميمون مين غادي قلت فكاري ذر خواتك فكاري غاني اخسة امشي انا اخسة غادي اذي وقع التغيورة اول ولكن اخسة تبديد شكما داما قاوم الجمعية ذي قاث ياسين وخاقش ذي الجالية ذي مريج ولكن الجمعية قاث ياسين سني وجيشة الجمعية شنحش سني غاد جمعية لهم فقط غاسني شنو جمعية محلية النغلي؟ هذه نقول جمعية النغلي. هاي النوا؟ هاي النوا هذه نيغ الجمعية أنت مزيدة البنات يعني تحويل أنت مزيدة البنات صافي نيجي وهذه نقول شنو جمعية النغلي ما غيرش مزيدة. عزمي مول خوش كمان دازت القضية وأنا ما مش غنستمر ما نقي ما موني غ لا خصنا خصنا نقلي ديما جنانيك المغلى يا خني نقاش نحاشني الشين اللي تقول السنه يعضوني غوالو ما مش التوارد ما نزمار انا نقشاني وانا نقشاني زمان ولكن مالا مشى فوس زمار انا يعني غاش مشى نقش ولكن مالا يعني غيش نستوري قاسي ومن بعد ورجاء عما ستعوض واخا ماني صغير نبدا نعزميهم ماني صغير نبدا يا موني الخيله فنكس الخيله الاول المون توقع الشبكه خمين لي غنمون وشي غادي ازيري ماني غير يعني اقل بارد والو ياش السوق والو ابريد والو دينا تصف مسائل وجي غير وقفوا كاين خضار شان عزمي موش مرمي نهاني النار لا واحد اخشى توغذب وجي توغذب الشاع ماشي توغذب بعد بانه قديم ما لقاش قال بدا واخا وجي ولكن لقى تما خثير اجو مو كيما يمي هذا التليفون خزر لي كلشي مرمي توقع حسي غير سينور ديالي لي قاص حسي غير سي سامات ملي قاص حسي غير ونغني ولي جميل لي قاول اي وذني تيرين داني توا كاين غتشارك نجي ندير وقفات من داز الغدين خصنا نتشاركاني خصنا لاني راتي غاس الحماس لاني هنا كيف المغلى يعني ونوي تما مثلا زيني مي غنجمع شنو مثلا قاديني نسيو القبالة ياك ثاني قال شنو واخا واخا السيور ولكن قاديني الدعم النغي خصني ديالي واخا مثلا واخا السيور قد تغني غش يعني وخوا يعني واسجله ولكن هذه يريدين اسم التراجي ذي مرمي غاث قذا الله حمولي قاذين يغاثين البركة ذي رانش كذلي شكرا عزمي مون بارك الله